الصحابي الذي بعده هو صهيب ابن سنان رضي الله عنه، يلقب أو يسمى يلقب بصهيب الرومي، وهما رومي صهيب رضي الله عنه، وإنما سبئ أصابه أيضا سبأ رضي الله عنه، واشتراه عبد الله بن جدعان. الناس السبوه من بلده مشوا بالروم أو قام هناك يعني فترة من الزمن، وبعد ذاك جابوه اشتراه عبد الله بن جدعان ثم أعتقه، ثم لما صار حرا وجاء الإسلام أسلم قديما رضي الله عنه، وكان من المستضعفين المعذبين في الله تعالى. ثم هاجر إلى المدينة، كمان هجرته دي دلب السيرة بتاعته، الموقف الجميل الذي ذكر في هجرته رضي الله عنه. هاجر إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها، شهد كل أحد، المؤتة، تبوك، كل المشاهد شهدها والغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين الأولين، وهو سابق الروم، يسمى صهيب الرومي سابق الروم، أول من أسلم ممن ينسب إلى الروم. طيب، كان أحمر اللون رضي الله عنه، شديد الحمرة، ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني وسط، كثير، كان كثير شعر الرأس، يخضب بالحناء، يعني بحن اللحية لكن دون السواد، دون السواد. طيب، قال عن سعيد بن المسيب قال: لما أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم تبعه نفر من قريش، تبعه نفر من قريش، نزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته، ثم قال: لما جاء يمشي للهجرة في جماعة من قريش تبعوه، لما تبعوه قام شال له سهم، عنده كنانة ملانة أسهم سهام، شال السهم ثم قال هذه الكلمات، قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا. لو أنتم عارفيني في الشغل ده، أنا زول نياش رماي، ويم الله، يعني أقسم بالله، ويم الله لا تصلون إلي حتى أرمي، أو حتى أرمي بكل سهم، حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء. يا قال لهم: انتوا عارفين لغاية انا في السهام دي دول خطير، وهذه ملان الكنان، واي واحد فيكم قال لهم بضرب سهامي ده ما بقوم، ده ما خلاص بنتي، تراه قال لهم: ان جيتوا علي ماذا تخلوني اهاجر، اي سهم بضرب به واحد، دي سهام بكتل بها مجموعة منكم قريب 70، والسيف في يدي بكاتل به حتى لا يبقى منه شيء لما يتكسر كتله في يدي. ده قال لهم الخيار الأول، أكتل مجموعة منكم والسيف ده تراه، ولا الخيار الثاني بوريكم قروشي وين، في مكة في محل معين فيها قروشي، أنا خدتيها دافينة ولا كذا داسية، بوريكم محلة أمشوا شيلوها وخلونا هاجر. شوفوا الذل. قال: ويم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وثيابي بمكة، بمكة، وخليتم سبيلي. ده خيار، أكاتلكم ولا تراه شنو؟ شيلوا قروشي وثياب. هسي ديل ناس دارين الدنيا يا جماعة، صحابة ديل دارين الدنيا. قال:
قالوا نعم، معناه تنشيرك ما عندهم هم للآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وشنو واطمأنوا الكفار. شوف الأهل الشرك ده من بدري بتاع قروش، من بدري ناس بتاع قروش يا أخي. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم. واسي بتاعنا الشرك تاعن قروش برضو، واحد عشان قريشات يضيع عقيدة مرة وعقيدة راجل وعقيدة طفل، يقول أنا بدي الجنة والمرة تدفع له، وده حجاب بتاع رزق وذاك يديه، وده حجاب بتاع سكين ويديه، وبنوم لكم بالخيرة وبفتح لكم الكتاب وبجيب لكم الرائحة وعصر لك روج تحت المخدة. بس دي شغلتهم يا أبو، يقول ما بيخجل لا بيشتغل في السوق لا كذا، فاتح له بس أوضة، فاتح بابه ومولع له بخور، وكم واحد قاعد برا تقول دار يطلعوا جنسية ولا رقم وطني، قاعدين برا والجماعة يجوا داخلين عليهم ور ور، ويدوا في القروش ويعتقدوا فيه، يعني يضيع المال ويضيع الذي هو أعظم من المال العقيدة. ما بهمه تشرك تخش النار تخلد خالدا مخلدا فيها أبدا تعذب في القبر، ما بهمه، بهمه اثنين، ما يهمه أمران، المال والتعظيم له هو، يعظموه بس يشكروه بس. طيب قالوا نعم، وراهم طوالم على القروش، قال لهم قروشي تلقوها في المنطقة الفلانية، وماشوا فعلا لقوا المال لأنه صادق. شوف الصدق بتاع الصحابة والزهد في الدنيا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني والتقى به صهيب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء صهيب: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، يعني يا أبا يحيى، منصوبة لأنها منادى بعدين مضاف ويحيى مضاف إليه، منصوبة بالألف لأنها من الأسماء الخمسة. يا أبا يحيى ربح البيع الذي بعته لله سبحانه وتعالى بأن قدمت مالك وقدمت ثيابك من أجل الهجرة ومن أجل طلب رضا الله سبحانه وتعالى، ربح بيعك، ربح بيعك. قال: ونزلت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شكاية كان الله اداك قروش، شوف اللي بيرد يا الله. الآن ناس كتار تلقى عنده قروش يقول لك ما عارف اوديها وين، كل يوم يصنع له برنامج جديد، يقول لك الليلة دار اشتري عربية آخر موديل ويجيبها، بكرة البيت الفلاني النزوان ينظر له في البيت، المطبخ ده محله هنا ما سمع حوله بيغاد، كر يكسر ويجيب ناس قروش بس برزع فيه، ده غير اللي بيمرقوا رحلات واشياء، ويا ريت لو رحلات نافعه تلقى فيها دلوكه وغنى وموسيقى واشياء، وتلقاه ماله يبعثر فيه، يبعثر فيه يا اخي. في مستشفيات دايره مال، في اولاد ايتام بدل يمرقوا يشحدوا ما تربيهم زي تربيه الناس اللي بيقوموا عزاز في وسط اهله تؤجر عليهم. في بنات شابات بدل يبيع عن اعراض ويقيفن بالليل في الشوارع، يجوا الناس المجار ما يسوقون الشقق ويدفعوا لهم القروش وينتهكوا اعراض، يتاسترن اديهم مال. في ناس كتار بينه وبين الحياه والموت، هم بين الحياه والموت بعمليه بس ما عندهم حق العمليه. تعالى قالوا: ومن احياها فكانما احيا الناس
جميعا قد يكون أجل وما تم إنت تبقى لسبب في مساجد أبنية في أشياء كثيرة. اشتري كتب وزع على الناس كتب نافع، اشتري مصاحف جيبها في المسجد بتموت والمصحف في المسجد فيه ناس تقرأه وأجر جايك في قبرك. المصحف ده بيقعد كم سنة إذا صح التعبير، بيكون فيه كم سنة أجر جايك. سوي لك مكتبة في البيت بدل تملى في الدولاب 70 جلابية و 18 طاقية و 19 عمة ولخبطة، تملى في الدواليب وكل يومين في بوتيك كذا. سوي لك مكتبة أملاها كتب، جيب البخاري مسلم صحيح سنن أبي داود الترمذي ابن ماجه النسائي ومسند وكذا، وجيب كتب العقيدة الأصول الثلاثة القواعد الأربعة والعقيدة الواسطية وكتاب التوحيد، جيب كتب السنة للبربهاري والسنة وأصول السنة للإمام أحمد وغيره من الكتب النافعة، جيب فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى ابن عثيمين وأملى مكتبتك دي كتب نافعة، أقعد في نصها واجتهد فيها. زي شفت الماشية التي وجدت بستانا أخضر اللي بتقصر في اللكن ما بتقصر، انت اقعد في نص الكتب دي بس تناول بيجاية واسمع التسجيلات عشان تجمع بين الخيرين، ما تدخل لك حاجة غلط كذا. قلت لك لابتوب قدامك وسماعات وجيب تسجيلات العلماء دي واقعد اسمع واملى الدفاتر وراجع واحفظ القرآن وكذا 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 إلى آخره. شوق دربك لم في القروش مودها وين انت؟ الله قال كلا إنها لظى نزاعة للشوى جلدة الرأس، وقال سعيد نزاعة للشوى سعيد بن جبير الأطراف، نار دي لمن تلفح اليدين بطيرا والكرعين قال والجسم قال كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر، مش أقبل على الدين، أدبر وتولى وجمع شنو؟ فأوعى، يعني خدت الوعاء وبقى يجمع بس تجد في الخير. طيب قال صهيب رضي الله عنه لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا قط إلا كنت حاضره، ولم يبايع بيعة إلا كنت حاضرها، ولم يسر سرية قط إلا كنت حاضرها، أو لم يسر سرية قط إلا كنت حاضرها، ولا غزا غزاة قط إلا ولا غزا غزاة قط أول الزمان وآخره إلا كنت فيها عن يميني وعن شمالي، وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم، ولا من وراء ولا من ورائهم، هنا كاتب ولا ما وراءهم، إلا كنت وراءهم، وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو قط حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو في عدو أنا بكون قدام بحمي الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه الرسول أول الناس صلى الله عليه وسلم. توفي صهيب رضي الله عنه بالمدينة في شوال، في شهر شوال سنة 38 من الهجرة، وهو ابن 70 سنة، عمره 70 سنة، توفي سنة 38 من الهجرة.